عبد الخالق ارحب بك اجمل تحيه قناه الفلوجه. شلون تشوف الاجواء واستعدادات منتخبنا الوطني؟ والله استعداد جيد. كما تعرف الان يوميه تمرين في احد الملاعب خلف مدينه الرياضيه، وجميع اللاعبين مستعدين لخوض مباراه مع منتخب الفيتنام، واتمنى الموفقيه وادعو كل جماهير العراق المتواجده في الامارات أن يحضرون إلى مباراة لكي يكونون دافع قوي للفوز على منتخب الفيتنام. كاتحاد كرة وفرت كل ما طلب المدرب كاتانيتش، وهل فعلا طلب مباراة ثالثة وما قدرت توفرها؟ أبدا، هو قدم منهاجة، هو مبارتي كان بها. أنا قلت له إذا صار مباراة ثالثة تلعب، قال لي ما عندي مانع، بس الفرق كان يرجعون من قطر يوم 2/1 بالشهر، على هذا الأساس ما صار مباراة ثالثة، ولكن هو كمنهاجة هو مبارتين فقط طلب من الاتحاد، وفرنا له مبارتين، وفرنا معسكر تدريبي لمدة 17 يوم في الدوحة، وأيضا قبل مباراتنا بخمسة أيام منتخب واصل إلى أبو ظبي، وكل شيء مهيئ للمنتخب، فقط الفوز يحتاج يوم الثلاثاء القادم. ملا رئيس الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد الاماراتي قالوا المنتخب العراقي قوي ومن المرشحين على اللقب، انت شو ترد عليهم كرئيس اتحاد؟ هاي انه مثلا كنوع من الدافع للمنتخب العراقي تعطيه، ولا مجرد تصير ضغوط بغير؟ شكرا جزيلا اخ مروان ابو محمد رئيس الاتحاد الاماراتي، وقصي ايضا رئيس الاتحاد السعودي قصي فواز، شكرا جزيلا على ثقتهم بالمنتخبنا الوطني، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. التقيت مع انفنتينو اني في مؤتمر دبي، قال احنا جادين ونعمل وسعين لرفع الحظر عن بغداد خلال الاشهر المقبله، فهل هذا الشيء صحيح فعلا انه انت على متواصل دائم معه؟ نعم، انا متواصل مع الرئيس ايفانتينو، لانه ايفانتينو هو متحمس برفع الحظر الكلي عن جميع الملاعب العراقيه، ولكن قبل فتره بعث وفد إلى العراق للإطلاع على المنشآت الرياضية في بغداد، ملعب الشعب وملعب الميسان، ملعب النجف، ملعب دهوك، وملعب الزاخو، بعض النواقص موجودة، أتمنى من وزارة الشباب أن يكمل النواقص حتى نكتب للاتحاد الدولي أيضا اللجنة مرة ثانية يزور العراق ويرفع التقرير للاتحاد الدولي لكي يرفع الحظر الكلي عن جميع الملاعب العراقية. يعني هو اجتماع الكونغرس الفيفا في شهر 6، إذا كل الأمور كانت جاهزة إن شاء الله يرفع في شهر 6؟ طبعا إن شاء الله ترفع في شهر 6 إذا كل أمور كل الملاعب جاهزة.